السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم كيكة اللي كتجي في العلم والعجيب، نكهة الكراميل كتجي لذيذة بزاف. كيكة كتجي بحال القطن، إسفنجية بمكون اللي كيعطيها واحد الخفة زوينة بزاف. إن شاء الله تنال إعجابكم. اللي بغى تعرف على المقادير وكذلك الطريقة تابع معي الفيديو إلى الأخير. غادي نحتاجو في المكونات ديال الكيك ثلاثة الحبات ديال البيض، صاشي واحد ديال الفانيلا، ممكن ديرو قشور ديال الليمون ولا حامض، جوج صاشيات ديال البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، كأس وكأس إلا ربع ديال الدقيق، يعني الكأس التاني كيكون غير مملوء، كأس ديال السكر ما يكونش عامر مع قبيصة ديال الملح، كأس ديال اللبن، هذا هو يعني السر باش كتجي خفيفة، وكأس إلا ربع ديال الزيت. هذا هما المقادير. غادي نمروا على بركة الله نحضروا الطريقة. في واحد الخلاط كهربائي نديرو فيه ثلاثة الحبات ديال البيض، نزيد على هاد المكونات كأس معمرش ديال السكر مع قبيصة ديال الملحة، وصاشي واحد ديال الفانيلا، ممكن كيف ما كليكم تعوضوه بأي مدسمات اللي نتوما كتفضلوا. وغادي نطربوا هاد المكونات جيدا، يعني نطلعوا البيض مع السكر، وغادي نضيفوا عليهم كأس ما إلا ربع ديال الزيت، يعني كنضيفوه حنا كنطربوا في البيض بحال الشكل ديال المايونيز، يعني باش كنصايبو المايونيز. من بعد غادي نضيفو على هاد المكونات كاس ديال اللبن، ممكن كذلك اللي ما عندهاش اللبن دير كاس ديال الحليب، وغادي نخلطو مرة أخرى. وفي آخر مرحلة غادي نضيفو النواشف، يعني الدقيق، كاس ديال الدقيق وكاس الا ربع ديال الدقيق، يعني جوج كيسان، والكاس الثاني ما كيكونش مملوء، يعني تقريبا الا ربع. نضيفو كذلك جوج صاشيات ديال البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، وغنطحنو هاد المكونات. وجدت هنا مول اللي دهنتو بزبده جيدا ورشيتو بالدقيق، غادي نفرغ فيه الخليط ديال الكيك. عملت الفرن شاعل على 180 درجه، فقط من الاسفل كيطيب لينا الكيكه ديالنا، من الاسفل نشعلو ليها من الفوق باش تحمر. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا، بعد ما كطيب كتجي اسفنجيه وخفيفه بزاف. غادي نقلبوها في الطبسيل اللي غادي نقدموها فيه. كيف ما هو واضح ما كتلصقش لينا نهائيا، فقط دهنوا جيدا المول ديالكم بالزبده ورشوه بالدقيق، ما تخلوش شي بلاصه اللي ما فيهاش زبده، لانه الا بقات كتلصق لكم هذيك البلاصه. غادي نخليو الكيكه ديالنا تبرد وندوزو باش نحضروا الكريمه. غادي نحتاجو في المقادير ديال الكريمه جوج معالق كبار ديال السكر، 7 ديال القطع ديال الشوكولاته الابيض، جوج معالق كبار ديال النشا الذرة أو الكريمة ديال الكاسترد الجاهزة، 4 لتر ديال الحليب، صاشي واحد ديال الفانيلا، وياغورت بنكهة الكراميل. بالنسبة للطريقة كناخدو كاسرولة كنعملو فيها 4 لتر ديال الحليب، غادي نضيفو على هاد الحليب صاشي واحد ديال الفانيلا، ممكن كذلك تعملو النكهة ديال الكراميل اللي كتعطينا اللون وكذلك النكهة، جوج معالق كبار ديال السكر، وغنضيفو عليهم جوج معالق كبار ديال النشا الذرة أو الكريمة ديال الكاسترد الجاهزة. نخلطو هاد المكونات جيدا خارج النار، من بعد كنوضعوهم على نار اللي تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمة. كنحصلو على هاد الكثافة، كيف ما تيبان لكم كتجي عاقدة. غادي نديرو فيها الشكلاط الأبيض، وهو في هاد الحرارة ديال الكريمة غادي يدوب لينا. ويا غورت بنكهة الكراميل، يعني نكهة الكراميل، غادي نقصو منه تقريبا واحد الملعقة كبيرة باش غادي نزينو الوجه ديال الكيكة.
كنخليو فقط كمية قليلة، يعني كمية اللي غتزين لنا الوجه ديال الكيكة. ممكن تاخدو 2 علب ديال الياغورت بنكهة الكراميل، واحد العلبة ديروها كلها في الكريمة، والعلبة الأخرى غادي تزينو بها الوجه ديال الكيكة. وغادي نخلطو هاد المكونات جيدا حتى كيدوب لينا الشوكولاتة الأبيض. غادي نفرغوا الكريمه ديالنا في الوجه ديال الكيكه وهي باقا سخونه. وهي باقا سخونه غادي نزينوا ليها الوجه ديالها. كناخذوا بلاستيك اللي كيكون غذائي تنعملوا فيه الياغورت بالنكهة ديال الكراميل، وغادي نتقبل له الرأس ديالو باش غادي نشكلو خطوط فوق من الكيكة ديالنا. بالنسبة للتزيين تيبقى اختياري، لكن انا غنعطيكم الفكرة اللي انا غادي نعمل، وانتوما كيبقى لكم الحرية ديال الاختيار، يعني بدعوا في الشكل ديال التزيين كيف ما انتوما بغيتو. بعد انا غادي نعمل خطوط يعني بحال الشكل ديال الملفي. وغادي ناخدو عود ديال الأسنان وغادي نزينو به الوجه كذلك. من بعد ما زينا بالخطوط ديال الكراميل غادي نزينو الجوانب بشويه ديال اللوز افيلي، اولا ممكن كذلك تعملوا اللوز كونكاسي، يعني كيبقى لكم الاختيار. ممكن كذلك تخليوها كيف ما هي، يعني ماشي ضروري انكم تزينوا بنفس الطريقه. بعد ما زينت الكيكه ديالي باللوز افيلي من الجوانب، غادي نضيف كذلك لمسه خاصه لهاد الكيك، غنضيف عليه الفواكه المعسله ولا غنزينه بالفواكه المعسله، وتيبقى اختياري، اللي ما عندهاش ممكن تستغنى عليها. غادي ندخلوها للثلاجه ونخليوها حتى كتبرد تماما، ونخرجوها باش نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. الشكل النهائي ديال وصفه اليوم كيكه اللي كتكون في المول العجيب بنكهه الكراميل كتجي على هذا الشكل. غادي نقطع لكم واحد الجزء باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. مذاقها زوين بزاف، اللي كيبغي نكهه الكراميل ان شاء الله تعجبو هذه الكيكه. وهذا هو الشكل كيف ما تيبان لكم، كتجي طالعه، وكذلك اللون ديالها كيكون ابيض. لاول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك في القناه، وكذلك يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، بارطاجيو لا غوسيت كذلك الى عجبتكم مع الاصدقاء ديالكم. اللي عنده اي سؤال ما ترددش تخلي لي في التعليق، ان شاء الله غادي نجاوب عليه. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في صفحات وحدين اخرين. كنتمنى لكم نهاركم مبروك والى اللقاء.